أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين بلغ بنا الكلام في المحاضره السابقه الى اثبات امور هي ان ابا بكر ابن ابي قحافه لعنه الله الذي هو رمز من رموز تحريف الاسلام وتزويره لم يدخل في الاسلام الا في مرحله متاخره لا كما يوهم المخالفون أنفسهم من أنه كان من السباقين إلى اعتناق الإسلام، أو أنه كان أول من أسلم على حد زعمهم. كما أننا أثبتنا بالأدلة أنه قد دخل في الإسلام طمعًا بعدما بلغه من أحبار اليهود وقساوسه النصارى ورهبانهم ان نبيا سيظهر في مكه وسيستولي حكمه على الجزيره العربيه فاراد ابو بكر بهذا ان تكون له حظوه عند هذا النبي عله يحصل منه على اماره بلد ما اليوم نأتي للإجابة ضمن هذه السلسلة على التساؤل الثالث من ضمن الأسئلة الثلاث أو التساؤلات الثلاث التي طرحناها لتسليط الضوء، لتسليط الضوء على شخصية أبي بكر ابن أبي قحافة، كان التساؤل الأول هل أن أبا بكر كان من أول المسلمين أم لا؟ متى أسلم؟ ناقشنا ذلك. تساؤل الثاني أنه لماذا أسلم؟ ناقشنا ذلك وبينا جوابه. ناتي الآن للإجابة على التساؤل الثالث وهو: هل كان لأبي بكر دور حقيقي في نصرة الإسلام والدفاع عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في مكة أم لا؟ وبعباره اخرى هل ان لابي بكر اياد بيضاء على الاسلام والمسلمين ام لا المخالفون يشيعون ان ابا بكر كان ذا مكانه عظيمه في مكه وانه كان من اشرافها وتجارها وأنه لما بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه واله، كان أبو بكر من السباقين للإيمان به، وممن بذل ثروته وجاهه ومكانته في سبيل نصرته. يتحدث المخالفون كثيرا عن أن أبا بكر هو الذي أعتق العبيد الذين كانوا يتعرضون للتعذيب والاضطهاد تحت ايدي المشركين في مكه، هؤلاء العبيد الذين آمنوا بالإسلام، وكان من بينهم على حد زعمهم بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه واله، يقولون ان ابا بكر هو الذي اشتراه واعتقه، ثم يقولون ان ابا بكر دفع ثروته كلها في سبيل الاسلام. وانه كان يحامي عن الرسول صلى الله عليه واله، الى ما هنالك من اكاذيب كثيره تدور مدار ان ابا بكر كان وجيها، سيدا، ثريا، له مال عظيم انفقه في سبيل الله. هنا نريد ان نناقش هذا الامر. ومناقشتنا ستتجه للاجابه على تساؤلين التساؤل الاول هل ان ابا بكر حقا كان سيدا وجيها ذا مكانه في مكه ام لا التساؤل الثاني ان ابا بكر هل كان ثريا حقا ام لا ناتي الان للاجابه على التساؤل الاول فنقول ان الادله التاريخيه والشواهد والروايات كلها تشير الى ان ابا بكر لم يكن ذا مكانه في مكه على الاطلاق بل على العكس من ذلك جمله وتفصيلا كان ابو بكر في الواقع يعتبر من الطبقات الاجتماعيه المتدنيه في السلم الاجتماعي المكي انجاز التعبير بل كان يعتبر في عرف اهل مكه وسادتها واشرافها من ارذل القبائل ومن اذل البيوت. كان ابو بكر من اذل البيوت ومن ارذل القبائل، كيف توصلنا الى هذه الحقيقه؟ من خلال جمله من الادله لندقق في هذه الادله التي انتقيناها من مصادر المخالفين من بينها ما رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث الصفحه ثمانيه وسبعين وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في الجزء الخامس الصفحة 451 وواحد والطبري في تاريخه في الجزء الثاني الصفحة 944 وأربعة وأربعين وغيرهم كثير رووا ماذا؟ أنه لما بويع لأبي بكر بالخلافة بعد مؤامرة السقيفة نادى أبو سفيان أبو سفيان بن حرب بغض النظر عن كونه واحدا من أكبر أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وواحدا من ألد أعداء الإسلام وواحدا من أكثر الناس إلا أنه شهادته في مثل هذا المورد لا شك أنها مقبولة لماذا؟ لان ابا سفيان يعتبر من ساده قريش ايا كان موقفه كان يعتبر من ساده مكه من اشرافها فهو يعرف الطبقات الاجتماعيه في مكه ويتمكن من ان يميز بين الشريف والوضيع فالنتيجه ان ابا سفيان ماذا نادى بعدما بويع ابو بكر دققوا في ندائه، قال: ما بال هذا الامر يعني الخلافه في اقل قريش قلة واذلها ذلة، غلبكم على هذا الامر اذل اهل بيت في قريش تعجب ابو سفيان. ما بال هذا الامر في اقل قريش قله واذلها ذله. كيف انصرفت الخلافه الى اذل اهل بيت في قريش، اذل الناس. ما قال من اذل البيوت، قال اذل اذل. أذل أهل بيت في قريش لو كان أبو بكر كما يشيع المخالفون ذا وجاهة وثراء وشرف ومكانة في مكة لما وجدنا أن أبا سفيان ينطق بمثل هذا النطق أو ينادي بمثل هذا النداء معترضا على تنصيبه حاكما وخليفة جزم أبو بكر هنا عفوا أبو سفيان هنا بأن أبا بكر من أذل البيوت أبو بكر كان ذليلا إذن ليس له مقام ولا جاه في نص آخر يرويه البلاذري في أنساب الأشراف في الصفحة خمسمائة وثمانية وثمانين أن أبا سفيان لعنه الله جاء إلى علي صلوات الله عليه هذا بعد مؤامرة السقيفة و وصول أبي بكر إلى الحكم بالغلبة والقهر والجابر فقال أبو سفيان لعلي عليه السلام يا علي بايعتم رجلا من أذل قبيلة في قريش قبيلة تيم بنو تيم هؤلاء هم قبيلة أبي بكر، أبو سفيان يصرح هنا بأن هذه القبيلة أذل القبائل، و بيت أبي بكر، بيت أبي قحافة، أذل أهل بيت في قريش، وكما قلنا شهادة أبي سفيان في مثل هذا المورد لا شك أنها تقبل، لاحظوا مثلا قد يقول قائل: أن أبا سفيان يريد الإساءة إلى الإسلام، إلى رموز الإسلام، إلى عظماء الإسلام، ولأن أبا بكر من عظماء الإسلام فهو يريد أن ينقص مقامه في أعين الناس، نقول هذا الاحتمال غير وارد، لأن أبا سفيان لا يمكنه أن يعاكس الحقائق بمثل هذه الطريقة، لو كان أبو بكر فعلا وصدقا من الرجال الذين يشار اليهم بالبنان في مكه لو كانت قبيلته قبيله ذات سياده وشرف لضحك الناس على ابو سفيان في مثل هذا القول لضحكوا عليه فهو لا يعرض نفسه الى مثل هذه الامور لاحظوا مثلا لما سئل ابو سفيان ساله هرقل او هرقل عظيم الروم في إحدى سفراتي هذا أمر دونه التاريخ سأله عن هذا النبي الذي إدعى النبوة عندكم في مكة بماذا تعرفونه من أي قبيلة هو أجاب أبو سفيان بكل صراحة وصدق قال هو من قبيلة بني هاشم وهؤلاء من أشرافنا قال ما هي صفاته قال نحن نسميه بالصادق الأمين نطلق عليه أنه صادق أمين. إذا أبو سفيان لم يبخس حق رسول الله صلى الله عليه واله. لم ينتقص رسول الله في مثل هذا الموضع، في مثل هذه الحال. لا، كان معاديا لرسول الله لا شك. لكن كان في الوقت ذاته يقر بأن رسول الله من الأشراف. من العظماء لا شك ولا ريب لأنه لا يكذب في مثل هذه الموارد لأن يكون لأن الأمر بالنسبة إليه وبالنسبة إلى سائر الناس هو كالشمس في رابعة النهار كيف يكذب بحقيقة موجودة واقعية محمد بن عبد الله من بني هاشم هؤلاء عظماء قريش هؤلاء سادة قريش أبا عن جد وجهاء قريش والرجل كما يعرفه الجميع صادق امين، هو الصادق الامين. فلم يبخس حق رسول الله صلى الله عليه واله، فلذا لا يحتمل منه ان يبخس ان يبخس هنا حق ابي بكر. فلما ينص ابو سفيان على ان ابا بكر هو من اذل القبائل في مكه. وأذل البيوت وأرذلها فإذا هنا نطمئن إلى ما ذكره خاصة أننا لم نجد في التاريخ أن أبا بكر كان على عداء مع أبي سفيان أو العكس بل بالعكس وجدناهما يعني متوائمين إلى حد معقول جدا فيما بعد بعد السقيفة لكن هنا يبدو ان ابا سفيان لم يتحمل من واقع طبيعته الجاهليه، من واقع اعرافهم الجاهليه، كانت مساله يعني القبليه والمقام الاجتماعي القبلي امرا ليس بالهين بالنسبه اليهم، فما كان يتحمل وهو يرى نفسه انه من بني اميه وهم من الاشراف، على أقل تقدير بالنسبة إلى أعرافهم هم في فترة الجاهلية، ما كان يتحمل أن يرى عبيدهم يتسلطون عليهم. ما كان يتحمل أن يرى تيماً قبيلة تيم تتسلط وتتحكم بمن؟ بقبيلة مثل بني أمية أو مثل بني هاشم أو غيرهما من القبائل ذات الشرف والمكانة العالية في مكة. إذا هذه التصريحات من أبي سفيان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أبا بكر لم يكن ذا مقام ولا وجاهة وإلا لقال أبو سفيان في مثل هذا الموقع أو في مثل هذا الموقف أنه هذا الأمر قد ناله اللي هو الخلافة الحكم قد ناله أحد سادتنا أحد أشرافنا، أحد وجهائنا، لكنه لم يقل هذا، بل اعترض وقال: ما بال هذا الأمر في أقل قريش قلة وأذلها ذلة، غلبكم على هذا الأمر أذل أهل بيت في قريش. هذا دليل. دليل آخر وجدناه في تاريخ الطبري في الجزء الثالث الصفحة خمسمائة وواحد وثلاثين أن عمير بن الأهلب الطبي من بني ضبة هذا الرجل كان من جملة أنصار عائشة لعنها الله في معركة الجمل وله قصة مفصلة في تاريخ الطبري وفي غيرها من كتب التاريخ حاصلها ان هذا الرجل بعدما جرح وطرح ارضا سقط وكانت وكان في حالة يعني الاحتضار على وشك ان يذهب الى جهنم وبئس المصير فالرجل هنا ندم على نصرته لعائشة ندم أنه حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه الخليفة الشرعي وانساق وراء أكاذيب عائشة وما خدعتهم به عائشة حتى أنه في بعض التواريخ يقول الراوي أنني كنت أمشي بين قتل الجمل من معسكر عائشة فوجدت رجلا يئن فجئت إليه فوجدته يقول بعضا من الابيات الشعريه فقلت له قل لا اله الا الله ألقنه حتى يعني يموت على قول لا اله الا الله فيدخل الجنه على حسب اعتقاد المخالفين فهذا الرجل قال له اني لا اسمع جيدا ادنو مني تعال قرب فمك من اذني حتى اسمع جيدا فهذا يقول بمجرد ما اقتربت منه نهض وقضم أذني قضمها قطع الأذن أذني قلت له لما فعلت هذا بي؟ قال له اذهب فقل للناس إذا سألوك من فعل هذا بك؟ قل لهم مخدوع المرأة التي أرادت أن تكون أميرة للمؤمنين قل لهم هذا الذي خدع من المرأة التي أرادت أن تكون أميرة المؤمنين قل لهم هذا هذا من فعل بي هذا ولله در الفضل بن العباس ابن عبد المطلب إذ قال هذه الأبيات أو هذين البيتين قال في شعره الذي وجهه ضد عائشة في تلك الأثناء قال: آضت أمور الورى إلى امراه وليتها لم تكن اذا آضت مبشر جاءنا يبشرنا أميرة المؤمنين قد باضت هبها تصلي بنا اذا طهرت فمن يصلي بنا اذا حاضت؟ هذا كان كلام الفاضل ابن عباس. فبالفعل عائشة أرادت أن تكون من خلال معركة الجمل، أرادت أن تكون أميرة المؤمنين حاكمة، لكن ما تم لها ما أرادت. فالنتيجة هذا الرجل عمير بن الأهلب الضبي كان في حالة الاحتضار، والإنسان كما نعلم في حالة الاحتضار تنكشف أمامه الحقائق. فكان لا شك يرى ان مآله ما الى جهنم. فلذلك ندم على ما كان منه من نصره عائشه والوقوف في وجه امير المؤمنين صلوات الله عليه فقال هذه الابيات وهي مطلوبنا في اثبات ان ابا بكر لم يكن ذا وجاهه لانه لم يكن الا من قبيله يعتبرها القرشيون قبيله العبيد. العبيد والإماء ماذا قال؟ قال لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم ننصرف إلا ونحن رواء يعني ما انصرفنا من حومة الموت من مصيبة الموت التي أوردتنا فيها أمنا عائشة لم ننصرف الا ونحن مقيدين من الرواء مقيدين كما يقيد الجمل او الدابه فما عندنا فكاك من حومه الموت. "لقد كان عن نصر بن ضبه امه وشيعتها مندوحه وغناء" يقول كان عن ابن ضبه اللي هو يقصد نفسه عمير بن اهلب الضبي يقول كان عندي مندوحه وغناء، يعني كنت غنيا عن ان انصر امي عائشه وشيعتها كنت انا يعني افضل لي ان لا انصرها لقد كان عن نصر ابن ضبة امه وشيعتها مندوحه وغناء، كنت غنيا عن هذا يا ليتني لم أفعل أطعنا بني تيم بن مرة شقوة وهل تيم إلا أعبد وإماء قبيلة تيم تيم ابن مرة يقول أطعنا بني تيم بن مرة هؤلاء التيميين شقوة شقاؤنا هذا هو الذي قادنا لطاعة هؤلاء والحال ان هؤلاء قبيله تيم هل هم الا اعبد واماء وهل تيم الا اعبد واماء يعني كلهم عباره عن عبيد واماء تيم قبيله غلب عليها العبيد لماذا بسبب كثره الاستلحاق وتفشيه فيهم ولذلك كانوا كلهم سودان يعني لونهم لون اسود. كانوا يأتون بالعبيد من الحبشه ومن وما اشبه فيستلحقونهم يعني يجعلونهم جزءا منهم ويتناكحون معهم الى ان غلب عليهم العبيد ولهذا كانوا من ارذل القبائل في مكه. حتى انه في التواريخ ما كان ما كانت القبائل المكيه العشائر تقبل بان تساكنها هذه القبيلة قبيلة تيم هذول عبيد هذول هكذا عبيد هذول فغجر يعني غجر بالنسبة إليهم كانوا يعتبروه فكانوا يقولون أنه أنتم تسكنون خارج على حدود على أطراف مكة وهناك كان سكنهم فعلا ما كانوا يقبلون بمساكنتهم لماذا؟ كانوا يعتبرونهم أعبد وإماء أعبد وإماء هذه إشارة واضحة من عمير بن الأهل بالضبي الذي كان نصيرا لعائشة ولكنه ندم فصرح بالحقيقة وهي أن هذه القبيلة التي تنتمي إليها عائشة وينتمي إليها أبوها أبو بكر إنما هي قبيلة الأراذل قبيلة العبيد والإماء فلماذا نصرناهم وجعلناهم حكاما علينا دليل ثالث ورد في ديوان جرير جرير التميمي في الصفحة مئة وستين ماذا قال قال ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود وإنك لو رأيت عبيد تيم وتيمن قلت ايهم العبيد ايهم العبيد هذا جزء من احدى القصائد الجريريه من قصائد جرير الشاعر المعروف فهنا يشير الى هذه الحقيقه وهي ان تيم لم يكن لها اي مقام في مكه على الاطلاق ولذلك كان أهل مكة لما يريدون أن يقضوا أمورهم يعني يتشاوروا يتباحثوا يجتمعوا مع بعضهم لاستصدار قرار معين يهم الجميع فإنهم ما كانوا يدعون قبيلة تيم أصلاً لأنهم يعني ما يعتبرونهم ممن يستشارون ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود حتى اذا كانوا حاضرين شاهدين موجودين فانهم لا يستاذنون لا يؤخذ برايهم لا يؤخذ اذنهم في شيء لماذا لانهم من الاراذل من اذل الناس فلماذا نستاذنهم لماذا ناخذ بمشورتهم هذولا غجر مكه وانك لو رايت عبيدتين لو انت تشوف عبيد قبيلة تيم مو الأحرار مو سادة القبيلة لا عبيدها اللي ما زالوا في رق العبودية وإنك لو رأيت عبيد تيم وتيما يعني وسادتهم قلت أيهم العبيد يعني ماكو فرق بين العبد والسيد في قبيلة تيم لماذا؟ لأنه هذا تشوفه تشوفه شنو؟ أسود اللون شكل شكل العبيد والسيد هم منهم يكون اسود اللون وشكله شكل العبيد ليس هنالك فرق بين السيد والعبد فيهم فهذه دلاله على ان هذه القبيله لم يكن لها شرف او مكانه او جاه في مكه وابو بكر كان من هذه القبيله فمن اين له ذلك الشرف والجاه والمكان دليل رابع موجود في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي أو الجمحي الجزء الأول الصفحة 59 والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني أو الأصفهاني الجزء الثامن الصفحة 38 أن الحجناء بن جرير قال قال لأبي هذا الشاعر قلت لأبي ما هجوت قوما قط إلا فضحتهم إلا التيم يا أبتاه أنت شاعر والشاعر عادة ما يهجو فأنت هجوت كل الأقوام كل القبائل أشو إلا قبيلة تيم لم تهجوها لماذا هل لانها قبيله شريفه عظيمه ام ماذا فقال يا بني اني لم اجد بناء فاهدمه ولا حسبا فاضعه ما وجد شيء ما عندهم شيء حتى اهدمه بالنسبه الي ما عندهم فضيله ما عندهم منقبه ما عندهم اي كرامة أو شرف حتى أهجوهم وأهدم ما لديهم أبدا إني ما وجدت إني لم أجد بناء فأهدمه ولا حسبا فأضعه دليل خامس روى الديلمي في إرشاد القلوب الصفحة 381 أن قيس بن سعد ابن عبادة قال لأبي بكر في المسجد قصه كانت مفصله يرويها الديلمي في ارشاد القلوب انه لما جاء بخالد بن الوليد وقد لف امير المؤمنين صلوات الله عليه على رقبته حديده حديده لفها على رقبته وما كان يتمكن احد ان يفك هذه الحديده راحوا الى الحداد قال وإذا أردت أن أقطعها ففيها هلاكه يموت هذا فقال أبو بكر إيتوني بقيس بن سعد بن عبادة لأن قيسا كان يضرب به المثل في البطولة والقوة فجاء إلى أبي بكر أبو بكر قال له فك هذه الحلقة عن عنق خالد بن الوليد طبعا لماذا أمير المؤمنين صنع هذا بخالد لأن خالدا تطاول عليه في قصة مفصلة لما امير المؤمنين عليه السلام قال له اكنت فاعلا يعني في قضيه او كنت فاعلا او قائما باغتيالي لما ابو بكر امرك بذلك في الصلاه فخالد قال نعم اقوم بذلك اذا كان قد اصر على رايه فامير المؤمنين غضب وقلده بهذه القلاده فالرجل تورط جاء الى ابي بكر باكيا يريد حلا لهذا الموضوع فجاء بقيس بن سعد بن عباده وهناك وقعت مشاده لان قيس رفض قال انا ما عندي امكانيه ان اصنع ان افك هذه الحلقه فابو بكر يعني وقعت بينه وبين قيس مشاده في هذا الموضوع فمن بين هذه المشاده يعنينا فقط هذا القول الذي وجهه قيس لابي بكر قال له في المسجد النبوي الشريف: أيتها النعجة العرجاء والديك النافش لا عز صميم ولا حسب كريم. قيس يقول لأبي بكر: أيتها النعجة العرجاء والديك النافش لا عز صميم، ما عندك عز ولا حسب كريم، ما عندك حسب كريم. أنت من قبيلة رذيلة. الدليل السادس رواه الآبي في نثر الدر، الجزء الأول الصفحة 150، والراغب في محاضرات الأدباء، الجزء الأول الصفحة 148، أن قيس بن عاصم المنقري أو المنقري دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وآله قائلا: إني وأت اثنتي عشرة بنتا في الجاهلية فما أصنع؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعتق عن كل موؤودة نسمة. فقال أبو بكر: ما الذي حملك على ذلك وأنت أكبر العرب؟ قال: مخافة أن ينكحهن مثلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هذا سيد أهل الوبر. هذا دليل صريح بتقرير رسول الله صلى الله عليه وآله على أن أبا بكر كان مهانًا رذيلا ذليلا لا عز ولا شرف ولا مكانه ولا اي شيء ماكو شيء عند ابي بكر لماذا؟ لاحظوا هذا قيس بن عاصم المنقري او المنقري هذا الرجل الذي يصفه رسول الله صلى الله عليه واله بانه سيد اهل الوبر جاء الى رسول الله قال له اني واتت اثنتي عشره بنتا في الجاهليه ايام الجاهليه الان من الله علينا بالاسلام فماذا اصنع لكي اكفر عن ذنوبي؟ فرسول الله صلى الله عليه واله قال له اعتق عن كل موؤودة نسمه كل واحده واتها دفنتها وهي حيه اعتق عنها واحدا من العبيد اعتقه حتى يكون ذلك كفاره عن ذنوبك تلك في الجاهليه وان كان الاسلام يجب ما قبله. هنا أبو بكر يعني قفز تدخل في الموضوع أكو مثل بالكويت يقولون يدخل عصة بشيء ما يخصه فدخل عصة شيء ما يخصه تدخل هنا أقحم أنفه فيما لا يعني فقال لذلك الرجل ما الذي حملك على ذلك وأنت أكبر العرب أنت رجل سيد سيد اهل الوبر عندك اموال عندك امكانات لماذا وأت بناتك هؤلاء؟ لماذا؟ ليش صنعت بهن هذا الصنيع؟ فالرجل ماذا قال؟ قيس بن عاصم ماذا قال لابي بكر؟ قال مخافه ان ينكحهن مثلك اخاف يوم من الايام يتزوج بهن واحد ذليل وضيع أه مثلك انت. فلهذا السبب واتهم. طبعا هذه اهانه قويه وجهها قيس بن عاصم الى من؟ الى الصديق <applause> الى العظيم الى اول الناس اسلاما الى صاحب رسول الله الى ما ادري الذي الله قال لرسوله اذهب واسال ابا بكر هل هو راض عني ام لا؟ ثانية اثنين اذا ما في الغار فما يصير يعني شلون يوجه له مثل هذه الاهانه في محضر رسول الله صلى الله عليه واله المفروض الى هنا اذا كان ابو بكر له فعلا مقام وجيه سواء في الجاهليه او في الاسلام فرسول الله يتصدى يعني يدافع عن صاحبه يقول لقيس بن عاصم لا لا دير بالك يا معود هذا من الصديق هذا يعني صاحبي ثاني اثنين ما أسمح لك توجه لأهلي أهانة بالعكس وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مو فقط يسكت ما يدافع وإنما يتبسم أيضا يعني يفرح لما يهين أحد أبا بكر يفرح مو فقط هم تبسم وإنما امتدح من أهان أبا بكر قال هذا سيد أهل الوبر باعتراف المخالفين فتبسم النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال هذا سيد اهل الوبر. هذا الصنيع من قبل رسول الله صلى الله عليه واله يعتبر بالميزان الشرعي يعتبر ماذا؟ تقريرا. فاذا قرر رسول الله ما قاله قيس بن عاصم لابي بكر. وما الذي افادنا به قيس بن عاصم؟ ان ابا بكر ذليل وضيع ولذلك ما كان يقبل بان ينكح بناته مخافه ان ينكحهن مثلك الامر الاخر الذي نستفيده من هذه الروايه التي يرويها المخالفون ونقلنا مصادرها ان رسول الله يعجبه ويفرحه ان يهين المرء ابا بكر فإذن كل ما ذكر ويشاع من أن رسول الله كان قد عظم أبا بكر، شرف أبا بكر، امتدح أبا بكر كل هذا يسقط لأنه لو كان الأمر كما يقولون لوجب هنا على رسول الله صلى الله عليه واله كان ينبغي عليه ان يدافع على الاقل عن ابي بكر ذو المقام والجاه عنده. على العكس تماما وجدنا ان النبي صلى الله عليه واله لا يهتم بل بالعكس يفرح بان وجهت هذه الاهانه لابي بكر حتى انه امتدح قائلها امتدح المهين. اذا قارنا هذا الموقف مع مواقف اخرى وجه فيها بعض السفله اهانات لامير المؤمنين صلوات الله عليه ولم تكن بمثل هذه الاهانه القويه يعني مثلا بريده الاسلمي رضوان الله تعالى عليه لم يكن من اولئك السفله طبعا وانما في فتره من الفترات كان معاديا لامير المؤمنين عليه السلام فتره من الفترات كان معاديا لامير المؤمنين، بعد ذلك اهتدى ورجع واناب. ففي مره من المرات في قضيه اليمن لما بعث رسول الله صلى الله عليه واله امير المؤمنين عليه السلام الى اليمن فامير المؤمنين استصفى شيئا من الغنائم له فجاء بريده الاسلمي الى رسول الله صلى الله عليه واله معترضا على علي بن ابي طالب. اعتراضهم خفيف كان أنه صنع علي كذا صنع علي كذا هذا موجود في روايات المخالفين يعني ما وجه مثل هذه الإهانة لأمير المؤمنين عليه السلام فوجدنا في الرواية ماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله غضب وقال لبريدة الأسلمي ما مضمونه ومعناه إن عليا أخي وهو مني وأنا منه إياك يا بريده أن يكون في قلبك مثقال ذرة من بغضه فهنا احتدى بريدة الأسلمي وخرج من الحالة الناصبية لاحظوا هنا كيف رسول الله انتفض دفاعا عن أخيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. وهنا هذا الأمر يعطينا دلالة على أن لعلي أمير المؤمنين جاها عند رسول الله صلى الله عليه وآله اما فيما يتعلق بابي بكر لم نجد الامر هكذا بل بالعكس وجدنا رسول الله صلى الله عليه واله يحترم من وجه اهانه لابي بكر. وهنالك روايات عديده رويت في مصادر المخالفين تشير الى هذا الامر وهو ان اهانه ابي بكر ليس بالامر المحرم في شريعه الاسلام بل بالعكس هو امر مستحب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرح حينما يهين أحد أبا بكر فمثلا روي أيضا في بعض الصحاح القوم وبعض مصادرهم المعتبرة أن أبا بكر ورجلا تسابا في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله ففي البداية قام ذلك الرجل بسب أبي بكر مرة ومرتين وثلاث وأربع ورسول الله جالس ويتبسم فقط ما يرد لما جاء أبو بكر ورد عليه في المرة الرابعة في المرة الخامسة رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر مه يا أبا بكر مضمون الرواية الآن لا تذكر نصها أنه مه يا أبا بكر فإن الشيطان نطق على لسانك فأبو بكر هنا تعجب قال له هذا الرجل كان يهينني ويسبني ويشتمني طوال هذه الفتره وانت ساكت لا تتكلم فلما رددت عليه بعض الذي قال نهرتني عن ذلك طبعا المخالفين هنا يضعون زياده وذيلا لهذا الحديث فيها ان رسول الله قال نعم حتى انت تكسب اجر وهو يكون ماذا؟ قد باء بالاثم يعني لكن طبعا واضح ان هذه زيادة منحوله لان رسول الله مهما كان فان عليه ان يمنع من يهين المؤمنين، من يتجاسر على المؤمنين، من يقذف المؤمنين، يجب ان يمنعهم وينهرهم وهذا ما وجدناه في كل الروايات الاخرى لما كان احد يهين شخصا اخر من المؤمنين كان رسول الله يتصدى له، يبين له الحكم الشرعي، رسول الله هاي وظيفته ان يبين الحكم الشرعي للناس فيقول له هذا ما يجوز هذا بهتان لا يجوز لك ان تبهت الاخرين، لا يجوز لك ان تتطاول على الاخرين، السب لا يجوز في شريعه الاسلام، الشتيمه لا تجوز في شريعه الاسلام للمؤمن فرسول الله ما بين له شيئا من هذا، اذا لا معنى لهذا سوى أن الرجل لم يرتكب ذنبا وأنه لما سب أبا بكر لما شتم أبا بكر لما أهان أبا بكر فإنه يكون قد صنع أمرا على أقل التقادير هو جائز ومباح لأن أبا بكر ليس من المؤمنين فلا حرمة له في الإسلام ويؤيد هذا هذه الرواية التي ذكرناها والتي نعيدها حتى يتامل فيها كل من له عقل وفهم رواها الابي في الدر الجزء الاول الصفحه 150 والراغب في محاضرات الادباء الجزء الاول الصفحه 148 ان قيس بن عاصم المنقري أو المنقري دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه واله قائلا: إني وأت اثنتي عشرة بنتا في الجاهلية فما أصنع؟ قال صلى الله عليه واله وسلم: أعتق عن كل موؤودة نسمة. فقال أبو بكر: ما الذي حملك على ذلك وأنت أكبر العرب؟ قال: مخافة أن ينكحهن مثلك. فتبسم النبي فتبسم النبي فتبسم النبي ثلاث مرات ايها المخالفون التفتوا جيدا فتبسم النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال هذا سيد اهل الوبار اذا ليس هنالك الا الادله التي تثبت ان ابا بكر كان وضيعا، كان ذليلا، من اذل بيوت قريش، من ارذل قبائل قريش، وهذا للعلم هو ما صرحت به مولاتنا وسيدتنا فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، اذ قالت على ما يرويه العلامه المجلسي رحمه الله: في بحار الأنوار في الجزء الثلاثين الصفحة خمسمائة وتسعة عشر أنها قالت عن أبي بكر إنه من أعجاز قريش وأذنابها شوف هذا التعبير البليغ عن الزهراء صلوات الله عليها تعبر عن الواقع الاجتماعي لأبي بكر فماذا تقول؟ تقول إنه من أعجاز قريش الأعجاز جمع العجز أو العجيزة أي المؤخرة يعني إنه من المؤخرين في قريش من الأواخر خلص من آخر قريش من أضعفهم في المكانة أصلا لا مكانة له إنه من أعجاز قريش وأذنى بها يعني ممن استلحق بقريش استلحقوه هو وقومه تسامحا قالوا تيم من قريش والا تيم ليسوا من قريش بشيء وانما هم عبيد مستلحقون لا اكثر ولا اقل كل هذه الادله تثبت لنا ان ابا بكر لم يكن ذا مكانة لأنه من هذه القبيلة. لم يكن ذا وجاهة لأنه كان من هذه القبيلة. كانوا يعتبرونه وقومه من الأراذل، من الأذلاء، ممن يهزأ بهم يستهزأ بهم. ولهذا الأمر أدلة كثيرة تعضده. منها مثلا اننا وجدنا ان ابا بكر كانت مهنته في الجاهليه على خلاف ما يشيعه المخالفون كانت مهنته مهنه وضيعه جدا هو وابوه واخواه كانت وظيفتهم ان يطردوا الذباب عن الموائد هذا ما كان عندهم وظيفه اخرى أما ما يقال عن أنه كان تاجرا ثريا عظيما هذه كلها أكاذيب وترهات اختلقتها عائشة فيما بعد عائشة وحزبها وسلالة أبي بكر كعروة بن الزبير ومصعب وغيرهم مصعب الزبير وغيرهم هؤلاء اختلقوا لجدهم أبي بكر الكثير من الفضائل والمناقب المكذوبة المزعومة وان شاء الله تعالى في الحلقه المقبله سنفند هذه الاكاذيب هذا وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد محمد